بيسندله الثقافية الثقافة من باب فكك المصطلحات المقصود به المثقفة أقصد بها إلى المفهوم الشائع في الثقافة الفرنسية باعتباره مصطلح آتي لا كولتوراسيون. والمقصود بالثقافة ما يلي هو أن يكون هناك تبادل بين كيانين ثقافيين ويكون هذا التبادل دائما ومستمرا ومباشرا. ولكن انا احسس انه في انتظار هذا التبادل بين الكيانين الثقافيين ان تكون هناك اشكال ثقافيه ينتجها هذا التبادل. فوجب التنبيه على هذه العمده على المستوى المنهجي. عندما نشير النظر في عنوان المحاضره وهو الاندلس قضيه المثقفه، فالاندلس اقصد بها الى المجالات الاتيه. اقصد بالاندلس مجالها الحضاري وهو مجال حضاري اسلامي في امتياز. اقصد لحظه حضاريه من القرن الاول الى القرن التاسع الهجري، واقصد رساله حضاريه. وهذه الرساله الحضاريه تشير في حاجه ماسه الى التباس من انوارها. ولعل من علامات ذلك اننا لو عقدنا مقارنه بين الاندلس في ابعادها المجاليه وفي لحظتها الحضاريه وفي رسالتها الحضاريه وقارنا ذلك بالعولمه فلقيت مع وجود فارق. لان المشروع الحضاري الاسلامي في الاندلس كانت تحرك اسئله الاخلاق، فمن ثم فان السياده الحضاريه في الاندلس لم تكن تعني الوصايه البتة. حاليا العولمة تساوي الأمريكا. إذا حتى نكون على بينة من هذا التراجع. لعل ما يشد بعضي إلى ما يأتي هو أننا لعل الألف أننا إنما نجيب النظر في موضوع هذا اليوم الدراسي وهو البعد الأندلسي والمغربي. فالأندلس هي أوثر من أن يضيق علينا الخلاف لنقول بأن الأندلس تعرف بسلطة دولة الإسلام في الأندلس. هذا رأي خاطئ، هذا رأي مجانب لجادة الصواب. لا أن تكون الأندلس بأفئدتها الأخلاقية في ظل السيادة الإسلامية، إذا هي أفئدة مفتوحة. فالأندلس هي ماضي مستقبلنا، ولعل ما يستفيد به المغرب، المغرب حاضر في الأندلس، في هذه الأندلس مفتوحة. أنا لا أقصد بالأندلس سقوطا سنة 827 هي حية. ما هي المباحث التي اقتربها وساكتفي فيها برسم صور قضايا والاشكالات، لان هذا العرض المفروض يقف عليه المترجم منشورا. اذا من القضايا والاشكالات التي ساثير فيها ما ياتي هو ان هناك مضمون في عنوان هذا اليوم الدراسي، لان الحديث عن البعد الاندلسي للمغرب يجب ان لا يخفي البعد المغربي للاندلسي كذلك. لله يظهر باحثه في اسمها معروفه الزميله الاستاذه ماريا ايزابيل فيارو سنه 1900. ماريا ايزابيل فيارو هذا من الجيل الجديد المستعبين، عندما قال المغرب حي فينا الى ان تقوم الساعه. المغرب حي فينا في العقل في الكيان الاندلسي الى ان تقوم الساعه. لذلك عندما تحدث عن البعد الاندلسي للمغربي يوازي البعد المغربي للاندلسي، ولا يمكن الفصل بين الامرين في اطار المثقفه التبادل الذي ينتج هذه الابعاد المشتركه. البعد الاندلسي للمغرب او البعد المغربي للاندلس تتعدد معالمه، والابدا بالكيان الثقافي المحلي او الجزوي. من الابعاد الاندلسيه للمغرب في دائره جنوبيه تحت جنب مدينه وجدتها على مستوى التقاليد الاجتماعيه. وان كان هناك تحول بفعل العولمه وما جنته علينا الاسواق والكبرى في مدينه وجدتها الى عهد خريب، كيف كان يحتفل اهل وجدتها بعاشوراء؟ يعني من الذين ادركوا جدتا رحم الله كم جدتا قادريه من اصول تلفزيونيه. هنا اشاره الى ما ذهب اليه استاذنا سيدي عبد الترقي، وهو انه مما تفترض به مدينه شمشاد العائله القادريه لم تهاجم مباشره من غرناطه الى قصر كبير ثم من قصر كبير الى قنفله. القادريون المقيمون في وجدتا انما
هاجروا من بغداد الى غرناطه ومن غرناطه الى مرسى تونس في خارج الجزائر ومن هنا الى انسان ومن انسان الى انسان. اذا فيما يتعلق بعاشوراء ادركتوا جدا رحمه الله انهم كانوا يتاسون في هذا يعني ثقافتهم انا لست في محكمه الاحكام كانوا يقومون بما انهم كانوا يمنعون ترش السنوم في يوم عاشوراء كانوا يلبسون اسودا وكانوا لا يشعلون النار. نذكر ان التجلي اين يتجلي؟ يتجلى فيما ياتي. نذكر كتاب ابن الابطال في مناقب في عاشوراء وفي مقابل ذلك ان اهل الغرب يحتفون بعاشوراء باظهار مظاهر الفرح والسرور الى غير ذلك. البعد التاريخي يحاضر بقوة كأن هذه الجهات هذه التقاليد إنما تميل إلى أهل البيت عليه السلام والآخرون كانوا يميلون إلى المواطن إلى الأمويين. إذا على المستوى التقاليد. الأمر الثاني وهو أنا مجرد مقتدي لأدب كثيرة بالدكتور محمد بن شريفة عندما قال بأن من سيما البعد الأندلسي في المغربي على مستوى الشأن النسوي هو قوة شخصية المرأة الأندلسية وتتفاضل هذه القوة بشخصية قوة شخصية المرأة الصحراوية فكأن الرجل كان مغلوبا على أمره في الأندلس أو في الصحراء المغربية ولكن إن نحن اتخذنا سبيل ما ذهب إليه الدكتور الشريفة هذا على مستوى السلوك الاجتماعي يتجلى مثلا على مستوى المحلي في إعادة تشكيل الأشياء عند المرأة تنفاذية من باب حسن التدبير من باب حسن التدبير ومن باب تفادي التبذير مثلا أنه مما شاء في مدينة وجدتها في إطار إعادة تحويل الأشياء مش حاجة مبدأ الحفظ أن للنسوة شغف كبير بما يعرف بحبوها إذا القضية تقف الجمالي حاضر بقوه ولو بأشكال بسيطة يجب الخرطة تسديد كبير جدا ذلك ويدير فيه المقلاة وهذا هو الحفر ولا النوار وتزين به عتبات الدور أما عن صحن المنزل فحسيت ولا حرج هذه الأمر الأول ثم هناك مسألة في إطار حسن التدبير إن نحن اقتفينا على الدكتور مشرفة في مسألة إعادة تشكيل أشياء ومثلت أنهم أنا في الوقت القوى كانوا يستعملونها في مسألة تشديد الغاز باش ندخل القطيع ديالها اش كيديروا غادي يتخوروا ما يديروا نفس اللاين ما يرميوها على الشلا يجيبوها يحطوها في الحفر وغادي تعطي النور تعطي النور ثم هناك أمر آخر في هذا البعد الأندلس على مستوى الكيان الثقافي الجهوي هذا الحضور القوي للأندلس على مستوى تقاليد الطبخ الكعك وجدي وصوله أندلسية كعك مقرون زلابية وأنا لا أتحدث عن الطبخ في بني سلاكي أنا لست شميسة لا أنا أتحدث عن الطبخ في بني مالكي وإلا لله يضر علماء الحديث رضي الله عنهم يعني هذا ذاك هل غض الطرف عن باب الأكل أو الشرب في شرح أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتحدث عن تقاليد وهناك كتاب يمكنكم عرض تقارير لوجدة وجه الشرقية عليه للوقوف على الوادي الأندلسي في المغرب وهو كتاب فضاق الخيول للإرادي التوجيبي البلدي الذي توفي سنة 1903 هجرية وحققه الدكتور محمد بن شكر وهو من جلة أساتذة شافعي محمد الخامس سنة 1989 إذا هذا ثم هناك أمر آخر في إطار هذا الوادي الأندلسي وهو جانب التقارير والاجنبي لذلك نموذجين قبل ان نصل الى المبحث الاخر وهو انه كانت هناك هجره جماعيه كبرى اليهود الاشكاليه الى الدول سنه 1390 ميلاديه ولمن زار منكم بحق الان مدينه الدردو هناك عين سبيله وهي تحريف لعين اشكاليه اذا هذه الهجره هي هجره باشكال هي هجره باشكال باشكال ثقافيه وبتقاليد طبعا ويضاف الى ذلك أن آخر السلاطين الأندلس وهو أبو عبد الله المصري الذي توفي سنة 1953 هجرية
في مدينة فاس عندما طرد في الغمرقة أين نزل؟ نزل في ميناء فاس قرب الناظور، قرب الناظور. إذا نزل بحشمه إلى غزالين، ولكن بتقارير لا بد أن تكون لها أخطاء على مستوى الكيان الثقافي. ننتقل مباشرة إلى المبحث الثاني، هو في جمع بين البعد الأندلسي للمغربي والبعد المغربي للأندلسي، وهو مبحث الهوية الأندلسية. وهذا السؤال أصبح يفلس بقوة خاصة في العقود الأخيرة، من نحن؟ هذا سؤال يطرحه الأندلسيون، ولكن من باب إعناء المناقشة أقول بأن هناك نظرة استعلائية واردة خاصة في كتابة الفرنسيين المهتمين بالأندلس الإسلامية، وتفهمي في مكتبة الأستاذ إيشا، هذا مهتم مختص في تاريخ الأندلس، وكان لنا شرف استقبال في مكتبة دراسات البحوث الإنسانية الشمالية بمجسمة 2006. ثم هناك أستاذ آخر هو جابرييل مارتينيز غرو، يشترك الرجلان في بيتي في الحكم الآتي، يقولان معا: التراث الثقافي والحضاري الأندلسي إنما هو ما أنتجه عقل إغريقي ورباني أبدع باللغة العربية فقط. عقل إغريقي وروماني أنتج بالعربي، هذا هو التراث الحضاري للإسلام. ولكن مع التحولات التي شهدتها إسبانيا، وهذا تتخصص مع لوحة فرانكو سنة 1995، أصبح هناك بحث عن من نحن، فلذلك على المستوى السياسي ما تتمتع به جهة الأندلس من السيادات أعطت الهامش واسعة للبحث في أسئلة الهوية. من علامات هذا الإجابة عن السؤال من نحن هو أن هناك ترجيح للكفة الآتية: هناك إعادة الاعتبار للموروث الأندلسي باعتبار جزءا لا يتجزأ من هذا الكيان المعقد. هذا الأمر. ولكن هناك القضية الثانية، ما هي القضية الثانية؟ القضية الثانية وهي مسألة العودة إلى الجذور، ودليله الفاضح هو النسبة الكبرى في اعتناق الإسلام عند الإسباني. هنا في هذه النسبة الكبرى الاعتناق من حيث أنه مثلا أنا أفيد إخوة إخواتي بما يسمى أن الأستاذة المستعربة هي نصرانية، ماريا إيزابيل بيرو، تقول كأني امتداد لابن خيورة أو الإمام الصدقي. هي أندلسية من حيث القصد إلى ما يأتي، القصد إلى أن الأندلس لا تزال حية بين قوسين، بل هي تحرك خيوط هذا الإنسان الإسباني المعاصر. الأندلس خير مهيمة البتة. ومن باب الأمانة العلمية أقول بأن هناك تجربتين، يعني خريق بنا أن نستفيد منهما، هو ما كتبه الدكتور علي المنتصر الكتاني رحمه الله. الدكتور علي المنتصر الكتاني رحمه الله أحلف الواسعة له كتاب جمع فيه في أسئلة الهوية الأندلسية في المعاصر، يعني كأن الخروج من فيه في البحث عن الهوية يكون بكشف الحجب عن الكيان الحضاري الإسلامي الأندلسي، ولكن هذه الأندلس لم تنتهي بسقوط غرناطة، هي مستمرة. ما كتب الدكتور المنتصر علي المنتصر الثاني رحمه الله، ثم هنا ما كتبه مربي الأشياء وهو دكتور حسن هذا شفاه الله، له كتابات رائعة في الصحوة الإسلامية في الأندلس المعاصرة. إذا هو ولكن على أساس أننا لا نغيب البعد المغربي في الأندلس. أننا لا نغيب البعد المغربي للأندلس، أين يتجلى هذا البعد المغربي للأندلس؟ يتجلى في أن المغرب حاضر بقوة الصحوة الإسلامية في الأندلس. أين يتجلى ذلك؟ يتجلى ذلك في أن اعتناق الإسلام ولكن يتم بحضور قوي للمغرب. على مستوى الليبان لا غالبا ذلك في اختيار الاسماء وفي حضور بعض الاعلام الوازنه، مثلا من شق طريقه لزياره غرناطه الى غير ذلك،
في هذه الأشياء التي تحترق الإسلام الطرفات، يظهر مثلا الحضور القوي للعائلة الصدفية الرومانية في الأندلس. إذن المغرب حاضر بقوة، وإذا كان الشيء بالشيء يذكر هذا لا يعني لا يجب أن حقيقة أخرى، وهي أن المغرب كان على الدوام يمثل عمقا استراتيجيا للأندلس. من مخائل ذلك ما ذهب إليه السيد محمد المدوني رحمه الله عندما قال معركة الزلاقة أخر سقوط الأندلس أربع قرون تقريبا. معركة الزلاقة كانت في القرن الخامس والسقوط في القرن التاسع. لعبة استراتيجية تجدها في هذه السيادة الكلية للمغربية على عهد المحيطين، أما على عهد المدينة فلا حدث ولا حرج. إذا هذا فيما يتصل بمسألة الهوية الأندلسية. هناك أبعاد أخرى يتلازم فيها بعد الأندلس للمغرب وبعد المغرب للأندلس على مستوى المثقفة اللغوية، المثقفة اللغوية العامية، وأن أصطفي فيها ما يأتي مثلا على مستوى التاريخي. هناك الحضور البارز في الأمثال المغربية في الأمثال الأندلسية، الحضور البارز للأمثال المغربية في الأمثال الأندلسية. والعمدة في هذا الباب من الأعضاء التي تبقى هو كتاب أمثال العوام للدجالي الذي توفي سنة 1926 هجرية، والذي حققه الدكتور محمد مشرفة شفاه الله. نجد كذلك حضورا وازنا للأمثال المغربية عند جدة العلماء الأندلسيين في المرحلة الأخيرة، مثلا في حدائق الأصابع لأبي بكر بن عاصم الذي توفي سنة 1928 هناك لائحة طويلة بل أكثر من ذلك حتى في كتب المواعظ والبقائع. ابن عباد الرندي الذي توفي سنة 792 هجرية أشهد يورد كثيرا من الأمثال العامية المغربية في رسائله الكبرى. هذا كل يعني مغربي للأندلس والبعد الأندلسي للمغربي يتجلى كذلك في الزجل في الزجل المغربي. وأنتم أعلموا مني بأنه ليس هناك ما يفوق قيمة ما كتبه الدكتور عباس الجيراني في كتاب الزجل في المغرب القصيدة والذي صدر سنة 1970، ولكن من باب السلع وطيل عليكم هناك نموذج للبعد الأندلسي في المغرب على مستوى القصيدة الزجلية في المغرب، وهو أن الجملة الموسيقية تتحول إلى جملة حية. هذا تأثير أندلسي جلي وواضح. مثل مثلا الجملة الموسيقية تتحول آدم زنداني، هذه جملة موسيقية ولكنها بتأثير أندلسي تحولت إلى جملة حية. ومثلا تغبر منكم قصيدة الله يا مولانا في آخر المقطع الشهير وآدم زنداني داري، هذا بتأثير أندلسي. ما أن أقول لم أقول شيئا بعد، ولكن لعل العبرة تكون بوضع السؤال وضع السؤال تبلغ من الجواب. أختم هذه المساهمة المتواضعة التي يبدو الخليفة أن يقف عليها المتلقي، وهي مشهور بالإشارة إلى أمرين، هو أن هناك مضمرا وخفيا، هناك بعد أندلسي للمغرب، ولكن هناك بعد مغربي للأندلسي. بس كنت أقول بأن البعد المغربي للأندلس إنما هو الأصل، ولا يبدو أن يكون البعد الأندلسي للمغربي مجرد صعيد. أختم هذا الدين المدخل المتواضع بمنجمتين. فأما المنجمس الأول فهو ضرورة توظيف البعد الأندلسي للمغربي توظيفا موضوعيا، لأنه يعني على مستوى في ظل التعديل الدستوري الجديد هذا التشبيه هذا التنوع يجب أن لا يكون مطية تركب للتعبير في الجزائر. نتحدث عن الكويت الأمازيغي والإفريقي والعبراني والأندلسي إلى غير، ولكن على أساس أن هذا التعدد والتنوع إنما المفضى فيه إلى التوحيد وليس إلى القطع. هذا الأمر الأول. أما هناك الأمر الثاني، وددت لو وظف البعد المغربي للأندلسي أو البعد الأندلسي للمغربي في إطار الدبلوماسية الموازية أو الدبلوماسية الثقافية.
المستوى الاستراتيجي اقول ما اوسع سياده الثقافيه للمغرب جغرافيا حاجه ولكن على المستوى السياده الثقافيه من الضرورات يعني المغرب علاش هنا الرصيد التاريخي حاضر بقوه وهو الاساس ان ذكرها الواقع يدير في اتجاه معاكس والا هل سمعتم يوما ما بوجود مركز ثقافي مغربي في اسبانيا؟ نقيس عليه بالبعد المغربي لافريقيا. اهل السودان الغربي مالي، السنغال، غابيا، نيجيريا الى غير ذلك دائما يكاشفون بالامر الاتي يقولون للمغرب وللمغاربة في ايادي البيضاء علينا. هل وصفنا ذلك؟ أرجو أن لا تكون على مجلس استثنائي معلقة وأدعو الله تعالى أن أكون للعب في أهلا أخطأت وغلطت والسلام عليكم ورحمة الله.